Hello. Hi everyone. Salam Lebanon. What's good? Então esse aqui é o Anthony, que ele ajuda aqui no Líbano, tudo, o cara conhece tudo, meu primo Ali. Então esses são os dois produtores locais. Olha só, que Rick vai fazer áudio. Só barra. Cabernet. Então, جينا احنا من البرازيل لنكتشف ابن عمي صار له اول ما خلي ضل فيني يعني وطلع من برنامج المطبخ وحابب يتعرف كثير على الاكل اللبناني على التوريزمو يفرج العالم هونيك لصلاح كيف الجو هون شيء بعقل و انتوا بلبنان هلا على 6 ايام على 6 ايام على 6 ايام كل يوم عنده على يوتيوب وعلى انستغرام عنده على اليوتيوب من من اهم بتحكي عن الاكل بيعرف عن كل شيء في اكل تراديشنال بالبرازيل مهماجي هينجي بالعربي وجينا نتعرف على كل يوم يعني اليوم بيروت بكره دحين على طرابلس اللي بعده على جنوب اللي بعده على باعه وشي بيعرف رح نفرجي كل العالم كيف واحد بيقدر يكتشف لبنان 6 ايام بس معك كمان حنكتشف اكثر واكثر اكيد اوكي يلا مشوار يبلش حبيبي رح تبلش برمتة الجمعة من الفلامنكي منا مشوار منا برمي عادية هي برمي بلبنان اعتبروا انتو سواح او عندكم سايح جاي على لبنان وبدي يقضي 6 ايام بلبنان شو بيعمل؟ جاي صديقي مو هندي من برازيل رح برمو لبنان بخمس ايام اكتشلي يعني اخر نهار عبالي يرتاح فرح فرجيكم بخمس ايام واحد بيقدر شو بيقدر يعمل من لبنان من المطار على المطار مشوار ببلش بفلامنكي ببيروت Me preparando também. Isso eu podia falar, isso é ótimo. Então, mãe, explica de uma forma resumida, porque senão eu tinha que ficar uma hora aqui. Aqui são vários tipos de palhada. Aqui vários. E sério, siga e já siga o Anthony, que é do No Garlic, No Onion, que ele sabe de tudo. Tudo mesmo. Você quer ver comida? Arrodo, muito mais do que no Instagram. Segue esse cara. Ele Ah, Zina, فكل هول عم بيخلصوا شوي شوي حتى لو عنا كل نهار اكل بس مش مصدقين الاكل قديش طيب المنظر كثير حلو مع الروشه ورا بعد ما عرفكم على محمد، محمد هو لبناني عايش بالبرازيل صار له من وقتها ما خلق عنده اكونت على انستغرام وعلى يوتيوب مو هندي فهالجمعه رح يكون بلبنان 6 ايام بلبنان 6 دايز ان لبنان رح برمو لبنان قد ما بقدر قد ما رح نلحق وفرجيه احلى بلد بالعالم ويرجع هو واخته والكرو تبعه يتعلقوا بهالبلد اللي بعقد رح اخده من جنوب على الشمال ياكل ماكسيموم ونقضي وقت بيعقد فمشوار ببلش اول وقفه كان عند فلامنكي ثاني وقفه رح تكون عند السوسي اكيد خليكم معي وصلنا عند السوسي وهيدا التيم ورا فراجي اشتقت له كثير صار وقت نقول له مرحبا انت جاي لعندي اشتقت لك وينك انت؟ يسعد لي صبيحك هيدا صديقي يسعد لي صبيحك المعلم الكبير راجي كبه سلام جاي محمد محمد جاي من البرازيل ما بيحكي عربي فهلا رح نترجم مع بعض حبيب قلبي يلا هيدا الزلمه اهم زلمه ترويقه بالعالم ومش بس ترويقه النفسيه المحبه الاخلاق كل شيء حبه قد الدنيا يخلي لي اياك يا رب اهلا وسهلا شو عم نبيع اليوم؟ شو عم بيع؟ خيرات رب العالمين احسن احسن طبعا اليك انت من السنة بازيلا بازيلا فريز اكاديميا تفاح خليك بصحتك اهلا وسهلا اهلا وسهلا بقى تطلع Deu seu show. Yalla. Cara, eu não sei o que ele vai fazer. احنا هن ورا كثير مبسوطين براجي هلا رح نتروق بعد شوي بس توضح موضوع انه مثل ما انتم عم تفهموا شيء انا زد شيء ايه فبالبرتغيزي بس بعتقد الاكل بيجمعنا والاجواء حلوه والضحكه الحلوه فرح جرب قد ما بقدر باشارات الايدين او ترجم اللي عم بيصير قال لي حبه صغيره ها وهيدا صحن الفته الي هيدا سبيشال بس بلا توم تاكله وحده بالمعلقه قد ما بحب الفته عندك جاب صحن فتة مش أطيب صحن فتة بتاكلوه بحياتكم بلا فتة بلا توم خبز محمص صنوبر
مقليين مظبوط، اللبن بده شوية ملح بس. حمص بيدوب تحت لسان ولا ألز من هيك. بطلب صحن بيكله واحدة بالمعلقة، جوا عم ينبسطوا بكل شيء، بس أنا هيدا وبس، هيدا هي القعدة هون. بحبه كتير، تعالوا التقوا تعرفوا على راجي. كله صحن بغير شكل، فيه نفس لبناني اللي صار له أكثر من 60 و70 سنة. هيدا هو، هيدي واحدة من الأشياء اللي بتعمل لبنان أحلى بلد بالعالم. يلا فوت كل معنا، يلا. لقمة غير شكل، تعالوا تعرفوا على هيدا الزلمة العظيم، أهم شخص بيعمل طريقة ببيروت. اللقمة روعة، اللبن اللي أنجأ فيه شوية ملح، بلتون، السنوبرات، الخبز المحمص، الحمص، بس أهم من كل شيء، أهم من كل هول هو النفس والمحبة. طيبتك إلك أنت عافية منك بالدنيا. بموت فيه، بعقد. تعالوا تعرفوا على راجي والشباب وتعالوا كله لقمة غير شكل. كل الريستورانات تبعك من وين جاي؟ من فرنسا. وكيف كانت اللقمة هون؟ شو مراجع شو راجع ماشي من أنطلياس. هيدا أهم زلمة عن جد. شو أهم زلمة؟ نحن الحاج في اسم الدنيا. مرسي. بشبع اتفرج عليك صدقني. Azeitão, é, azeitona em árabe. E aqui eles têm muita, muita. بدي تاكل انت ما بدي على القاضي بدي انت تاكل ما عم تاكل شيء. Where are you coming from? From Serbia. Serbia. Great, yes. Wow. عن جد بكل بلدان العالم. تعال على حدا بين ألمانيا، فرنسا، سربيا، وبرتغال. We heard this is the best breakfast in the world. You will see. He's the best man in the world and definitely serving the best breakfast in the world. Enjoy your time. Thank you. فلا يا محمد شو عم تعمل؟ ستايل. ستايل نص برنايت. أنا ستايلست. Agora sim, hein? Ele falou pra mim que não tem o cabelo. Aí dá ele. Aí dá ele. Aí dá ele. صحن سوداء. من بيروت من عند السوسة كفينا على برج حمود. كتير عباله يشوف السفيحة. هي السفيحة بالبرازيل اسمها غير شيء، كل شيء منقوشة بسموها سفيحة، نحن بس بنسمي السفيحة سفيحة البعلبكية. فعم باخده هلا يبرم على عدة أنواع سفيحة ومنقيش، رح فرجيه السفيحة البعلبكية، رح فرجيه السفيحة البيروتية، السفيحة الطرابلسية، وأخذتها على برج حمود لفرجيه لحم عجين اللي بسموها سفيحة بالبرازيل على أنواعها عند غزال. واكيد يتعرفوا على هالمدينه العريقه اللي بحبها كثير، برج حمود شوارعها القديمه على قد ما ملحق، يعني مش بلشوا يتعبوا بعدنا باول نهار. يا ريتهم بيصوروا معي حلقه كامله وبيشوفوا قديش بنركض. يلا ليتس دو ات. انتوني اي لاف يو. عملت له عقد السفيحه. وات؟ رح ناكل سفيحه خلص. ما We will eat سفيحة. اه اوكي. ما حلو. كيف السفيحة ما عاد يعني. السفيحة. You will eat, you will eat. أنا أكل أكل أنا أكل سفيحة، لحمة، جبنة، زعتر. أوه. Burj Hamoud é um bairro um pouco mais popular, um bairro mais comercial. E aqui tem um kak, que é tipo um... Jubni and pepper is the best. Great. Excellent. So next stop we're gonna have lahm bajin. Your sfiha. The best sfiha, the biggest sfiha. Let's do it. على المطبخ نعمل لحم عجين. خلينا نتعلم لحم عجين طعمتها شو هي. 8 انواع. خبركن كيف واحد بيقدر يبرم 5 ايام بلبنان. عم فرجيكن. بلشت ببيروت، هلا عندي موعد اصحابي ناطريني بكسروان،
وبعدين عشية رجع على بيروت نهار كامل. شو فيكم تعملوا بأحلى بلد بالعالم لبنان؟ وقف على الطريق، خلينا أعرفكن على هالشاب اللي قاعد هونيك، اسمه ماهر. هلو، هاي هاي، كيفك؟ عظيم. خبركن أعرفكن على ماهر. ماهر جاي من السويد وجاي يقضي جمعة بلبنان، فبعت لي مساج وقال لي كل لبنان بارمو من وراك وعم بياخد كل المحلات لازم زورها لأنه أنت رحت عليها، فاليوم عم نتغدى سوا. بيشرفنا الموضوع أنا تكون جاي معي على الغدا، ورح عرفك على هلا أصحابي رحين ناكل لقمة سفيحة غير شكل. سفيحة بعلبكة غير شكل. من بيروت وصلنا عند البعلبكة. البعلبكة بيعمل سفيحة، جاب سفيحة البعلبكة من بعلبك عبيروت. ليش نعزل؟ وهيدا فاضل. هاي شو جايين ناكل؟ بدنا ناكل طبوقة، طبوقة دجاج يلي هي على الطريقة البعلبكية التارتين، صار نحن عنا اسمها طبوقة، فنزلنا الطبوقة مثل ما عملنا بصفيحة من بعلبك على كسروين وعلى المتن وعلى كل الساحل إذا الله راد. شو عم نعمله الأساس تبع المحل يلي هي الصفيحة البعلبكية، بس عم نعملها على الطريقة يلي أنت بتحبها، ما بتفرق كتير عن طريقتنا بس بلا بصل. لحمة نية وكاس عرق. Best combination. ربي حمر خدودة. مثل تشيبس بتبلشوا ما فيكم توقفوا. هذا والله وحده لي وحده لي لايك. الطبوقة هي ثلاث أنواع، عنا طبوقة دجاج، طبوقة حبش، طبوقة تونة. هو السبيسيال فيها، منعرف كتير عن الدجاج وعن التونة وعن الحبش، بيعملون رابس كتير وهيك، بس السبيسيال فيها الطبوقة أنها شغلت عن جد على الطريقة البعلبكية هي الصوص. إذا بتعملوا حسابيتها هالقد هالقد فيها تركي، تشيز، خضرة، كبيس من الضيعة والصوص السحرية اللي هي بتعطي كل الفرق. هيدا ندوقهم كلهم تقلكم أيها أحب أكثر شيء. منزولة هالتونة، وعنا آخر شيء والأهم اللي دايما بيحكي فيها مع كورن هي الدجاج. ما خبرتنا عن سفيحة. سفيحة كتير طيبة، كانت من الأشياء اللي بدي أكلها ببيروت، والحمد لله أنه أكلتها ومعك، فكانت كتير طيبة، كتير experience حلوة أنك تأكل سفيحة مع البكية. خلصنا سفيحة، هلأ بدي راجع على بيروت. قلت لكم راجع على بيروت اليوم عند إيفنت، هلأ بنشوفه سوا بعد شوي، وبعدين عنا طبخ بالمطبخ مع صديق لي اسمه رياض أبو لطيف. نهار بلش على الساعة 7 الصبح وما رح يخلص قبل الساعة 12 بالليل. أول نهار out of 5، فرجيكم كيف واحد بيقدر يقضي الجمعة بلبنان. وقفة سريعة على المكتب، رح فرجيكم مكتبي. No garlic, no onions. لأول مرة. في أصوات حلوة. هون محل ما بيشتغل. وهيدا كريم. هاي. هي حط راس بعلبك. تحضروا بعد شوي. راس بعلبك. يومين هون بشتغل، هون بقعد، هون الاغراض اللي بجمعهم من كل بلدان العالم. هيدا احلى بلد بالعالم مثل ما شايفين. البتو هول البرسوناج الصغار بتتذكروا اللي بياخذهم بكل السفراتي. شوكولا قد ما بدكم، سنو جلوبز كتير،
أكل في من جميعه، وهون بقعد بنبسط وبشتغل. سنترو مول اوبننج، فرجيتكم اياه هيك على السريع بس تعرفوا وات تو اكسبكت. وهلا نيكست ستيب رايحين على مار مخيل. هاي هاي جايز، كيف حالك؟ يعني شفتك مرتين بيومين، ان شاء الله حصل حلو عن جد. تفضل. Beautiful kitchen, beautiful. This, yes. This machine is مطبخ بالعقل، الخشب، السموكرز، الفريمز، الرواية. Smoke comes here. Yes. هاي شباب. حس حالي مثل أوبيليكس عبال القطة هيك. Negócio aqui é começar brindando. Uma IPA. Pizza and Bread is owned by Riyad. Riyad is an architect. He left his career of architecture and he's now cooking. He's a hardcore chef, so meats and bread, hardcore food. It's loaded all the way, richly flavored, a lot of spices, happy cuisine. Yeah. In the heart of Jemaize, the nightlife of Lebanon, and you're going to taste and enjoy. This is to prove that in Lebanon, we do not eat only hummus and labneh. Kobani, yeah. We add Lebanese passion, flavor, and we do the cuisines of all the world better. Dibas. Enjoy. The language, and I'm understanding everything. Just because of the food. Because of the expressions, because of the manners, because of the love and the passion and food unites all the world. How's the food? Oh, fantastic, man! So you were saying I love nachos. Yes, it's sweet. Excellent. Yeah. And then finish on the parrilla. Yes, how's the food? Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Põe no Google Translator aí e vai entender o que eu falei. Isso aqui é incrível. Amazing. No need for translation. Não precisa de alguém que traduzir. Óbvio. Muito bom. Muito bom. Muito puta que pariu, o cara dá uma mordida. Ok, é, tem que pegar com uma mão só. É, não sei por que essa mania. Ele só come hambúrguer com uma mão oh só. Oh my God. One hand. Yeah. This is it. One bite. I'm eating. Yeah. Cheers. Don't you suck on that? What the fuck? Your hands. Fall off the bone. Exactly. Exactly. Cara, como deve ser uma costelinha de porco. Suculenta, vermelha por dentro. Isso aqui não é como serviu, Anthony. Eu já sou de casa. Aqui, ó. Ali tem umas. You're the best. I love how you eat. We are going to try now the tomahawk steak.
that we have cooked on a very high heat, and we are going to simply season it with salt and pepper, and whoever likes, we have some chimichurri and mustard, and I hope you like it. Cheers. Thanks. To dry age de maturação, 35 dias. Olha isso aqui. It is so good. Juicy. Cheers. Salud. Gracias. Shukran. Merci. 5 more days. ولا لابس اليوم الالوان و سكسي محمد. Yeah. I'm a sexy guy. هيدا تاني نهار قلت لكم وعدتكم بخمس ايام بلبنان ومعي مو والتيم تبعه معي. الناس عم تسال حالها، مرتي سالتني قالت لي دخلك كيف عم تفهموا مع بعض؟ قلت لها منا عايزين نفهم مع بعضنا، عم نفهم مع بعضنا ماكسيموم. الاكل جمعنا والضحكه جمعتنا، زلمه ولا الز من هيك، كثير مهضوم. فصلنا نهارين كتير مبسوطين مع بعض، جمعة بلبنان وإن شاء الله بيكون في مثلها جمعة بالبرازيل. لكن أول نهار كان ببيروت، تاني نهار اليوم طالعين على الشمال والمشوار بكفي لحديت نهار الأحد. Good morning. Good morning. So I'm saying that I don't know how it's happening. It's amazing how we're understanding everything. Yeah. How we're passing some amazing time together and very excited to take you around my country Lebanon. And all the way, one day out of five and ongoing. Thank you, Anthony. Thank you, Lebanon. This country is beautiful. It's the best food of my life. The best food. Cheers. Nahar, bikaffi. صرت أيقونة بجبال، ما بيقدر واحد يجي لهون ويجي لعندك. وجودك ما في منك. تعال تعرف على باسو. الساعة 10:30 قاعد بالباب على رواق حاطط موسيقى وناطركم. رأي؟ منقوش بالزعتر؟ منقوش بالزعتر تراديشونال. رفيعة المحمصة ماكسيموم، هيك فيكم تشوفوه من خلالها. أكيد في كعكة جبال هون. أني أنت البيرة. والترموس. والترموس وهيدا الأجواء. عنا بجبال اليوم. Afternoon I will switch to burger guy. Esse cara tem uma hamburgueria, tem um restaurante lindão. E ele é uma figura. Hambúrguer bom, ele faz manaquês bom, tudo é bom em você. Yes, I didn't understand yes, nothing. Yes, entendeu? Como é que ele fala yes, ele não entendeu? You understand me? But you have a good heart, this is what I realized. نهار سياحي بلبنان، لكن بلشنا بكسروان جونية شوية مناظر درون بيبلوس جبال، وهلأ مكفيين رايحين صوب البترون بعدين أنفي طرابلس، ولازم نرجع على بيروت. ضروري نكون ببيروت على الساعة 6. وبعتقد كتير مبسوط. Are you enjoying your time? Yes, so much. We're really enjoying. Thank you, Anthony. Thank you. Lebanon is an amazing country to travel to. And just for the record, Anthony is going to Brazil. Yeah. I will. My time. أول شيء بدنا ندوقك لبني. بتصير تحكي عربي. أنا تحكي عربي. تحكي عربي. يلا تحكي عربي. عند مين؟ عند مبارك. البترون السور الفينيقي، البترون المنطقة البترون السوق القديم، البترون بتعقل، والبترون لبني ولبن اخوات. فأهم شيء بالبترون شو؟ الليموناضة. خبرني اللي بيمرق بالبترون وما بيشرب ليموناضة مثل القاعد حد الحلوة وما بيلعب لها بفخادة مش عارف شي تاني.
Yeah, مش معقول اجي على انفي ويجي حدا من اخر الدنيا على لبنان ما عرفه على جرجة الضيعة. سمك عرق نكت شي خويت you have to meet جرجة الضيعة. تradوز aquilo, Shmenki. One minute. Fala que eu adoro arak, adoro cerveja, adoro fish. Uma das minhas comidas favoritas é peixe, frutos do mar. Ontem cheando aquele السمك واكل جيد السمك وكل شيء البحر والعرق وكل شيء الاوريجينال من لبنان. وصلت على المحل مزبوط. يلا. اهلا وسهلا بانطونيو. اشتقت لك. انطونيو اهلا وسهلا. قال لي اياك. اشتقت لك، هيدا جرجة، هيدا الجرجة الكبير. كاسكم. يلا. يلا مشرب. وعطونا وعطونا جايب عصابي معك. جايب لك حدا جاي من 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 البرازيل. من اخر الدنيا تيشوفك. This is عرق. عرق. يلا. هيدا كله عرق. Good. واو. Excuse me. Everything is fresh. Everything is brought in the same day. The fish fresh, this one. Yep. Head. Yeah, sorry. Yes. Everything fresh. Is super fresh. It's almost fresh. Everything is from Lebanon. Yes. How old? Muito fresco, não tá com sangue, não tá bom. Vai dar charbo ari. Yalla, abaga, ya shabab. Vamos comer. Aquele, a gente chegou, ele falou uma coisa, falou, yalla, galera, yalla, ele chegou e falou assim pra mim. Excuse me. Se liga, atrás, fecha. Não, não pague bem comigo. Shrimp and honey. Escalo. لك جمالك عرق على السير. مين عم تحكي عني؟ عني هذيك. شو قلت لي قبل كنافه؟ بحبه الزلمه، بحبه كثير. اي لاف يو. جرجة الضيعة، تعوا اكلوا اطيب اكل بالدنيا ومش بس هيك، تعوا تعرفوا عليه. جبال انفي بترون هلا وصلنا على طرابلس. نعم. Esse é o café típico árabe mesmo. Eles não usam coador nem nada. Authentic and traditional Lebanon. This is the old Lebanon, Tripoli, one of the most beautiful cities. And you're gonna live traditions and reality. Yes, yes. It's different in Beirut. Esse lugar tá aqui desde 1890, chumbado no chão, servindo esses sucos exóticos, um pouco doces. Você viu que a mão dele é até vermelha, da cor do suco. O Jana Mahal Kak, Allah Yam Lu, Kak Khamis. Logo, olha. فرجي اليوم جينا سوا على برغندي تفرجي اليوم انه اللبنانيه ما بياكلوا بس حمص وفول ومنقيش كل نهار. اللبناني هو النفس اللي بيعمل كل اكلات العالم
وبيزيد عليهم النفس اللبناني تيطلعوا هالقد مهمين. فعم بياكل اليوم وعم بيدوق اكلات الشيف يوسف يلي فيهم هلا عم بيقول انه very good food. Yes. من الاهم اللي ذاقوا بالعالم. The fresh cuisine is very technical and the good wine. Chin chin. وتعال نحكي انجليزي. So you speak English now? Yes. It's Lebanon. It's the wine is the Lebanon. It's you, my friend. My Cheers. English is perfect. الطعمة بتاخد العقل. بالانس كتير حلوة. تكستشر كتير حلوة. عن جد قديسة لزالي 4-5 سنين بيجي لهون ولا مرة في باد سوربرايز ولا مرة بقدر اقول كلمة لو. شيء بياخد العقل لازم واحد يجربه على القليلة مرة. عن جد I love it. بالمطبخ مع الشيف يوسف والشباب. عم الحقيقة لي حلم صار لي عم فتش عليه صار 7 سنين. ايه بس هيك هو الريكورد. انا ما كنت عم كذب عليك بس قلت لك احنا قادرين. كيف كوستالا؟ لحمة بتنقص بالشوكة. ما بدها ابدا سكين. طرية ماكسيموم فات فيها بعقد. صار بتحسوا كل هيك كل جسمكم عم يرتخي بتحل بين لقمة ولقمة وعبالكم تدوبوا عن جد. امبرسيف بوجهك بتعرف بموت باللي بتعملوا والشباب كلكم بتعقدوا. شابو all the way. لبنان بيفتخر فيكم مش عايزين شهادة. ختامها مسك شوكولات بسكوي كومكوات باينابل مانجو باشن فروت وكوكونات سوربي. بتاخد العقل بتجنن. خويت سموها البتكونيه. بونجور. اليوم ثالث يوم. ثالث يوم من اصل 5 رح نلتقى بالبقاع. اخده لمحمد على شتورة رح ياكل لبنه وجبنه اكيد وساندويش حلوم مع خيار وبندوره. وبعدين اعمل له سوربريز رح اخده على معمل العرق تشوف كيف بينعمل العرق اللبناني. فخليكم معي تفرجيكم احلى بلد بالعالم. رزق الله على هالايام ساعة كانت الاشارة بالايد وساعة كان يصير في خطر واحد ينط منه وما ينطر الابقاس والهوايات لدرجة حلوين ما يكون عايزين اي سي. رح ترجع هالايام سيارة المستقبل. قلت لكم بدي اعرفكم على حدا كتير كتير مهم لإلي وكتير مهم لهالبلد. هو اللي عمره هو العم الياس يلي قديش صار لك هون؟ اللي 45 45 سنة. لقمة اللبنة، لقمة الحلوم، ساندويشة الصاج غير شكل عن مسافة. انا عندي للناس المهذبين اكيد بتعرفوا طعم التمون هيك بدي اقول لك قد ايه صار من الشوارب؟ اه بدي من عمري يعني 26 سنة واكثر. وسط السواح كمان هو عم يلبس. يا هيك ساندويتش لبنه يا بلا. هلا رح ندوق سوا رح نشوف. فبتجي لهون ضحكه اكيد. يا هيك سبونات او بلا كمان 100%. تعالوا تعرفوا على عم الياس كله ساندويتش لبنه وبتكفوا مشواركم محمد رايحين. طيب الله يكون معكم. ميرسي لك بتشكرك عم تجيب لنا هالسبونات الحلوين مثل ابضالك هيك. بس يا بنت الحلوة الله يخليكم لبعض. First glass of Arak, you speak Arabic. Perfect. I know. Welcome.
هيدا الكركر دايره تقريبا كل السنه، وساعات بيجي لعنده لفوزي بيبيض الوجه. ترويقه غير شكل. خبرنا عنك شو اسمك؟ ميشيل بعقلين. ميشيل بعقلين صار له 25 سنه بيعمل عرق. الريحه عندك مش معقول، يعني كل قليل احنا بنشربها بالسوق انا ريحه هذا انت فيها النفس. انا ريحه طبيعيه ما بشمها، عودت عليها. بس مش طبيعي. معلم العرق اللبناني هون تعال عرف عليه. فوزي بتذكروا هيدا الشيء. تذكرني هيدا فرن اكتشفناه عمره 150 سنه هون، وقت حبطنا الحيط هون طلع عندنا فرن كانوا يستعملوه لحتى يخبزوا للعائله كلها اللي كانت عايشه عليه فبران كانت عايشه بالمنطقه هون. وهلا مهيرينه السنه بالموسم ما نقعد نخبز فيه زعتر ومناقيش وبلغاري ولبنه. رح نعزمك استاذ. ميرسي كتر خيرك. وين في لبنه لازم كون؟ هيدا ديس از هيدا الدير قديم عمره بيقولوا. واو مبروك. انا ما جيت له بعد. روعه. قديش شو برا قديش برود هون. طلعوا الانانه طلعوا الترتيب. كم برميل في هون؟ 250 برميل. لهندوق سانسو دومين توريل سانسو في فين بيدل على البيض اللبناني كيف كان من 50 سنه قبل الانترفنسيون اللي بلشت تفوت بالسيرا والكابرني والبينو. هذا نوع العنب اللي كان مزروع بلبنان من 50 60 سنه، وهذا العنب يلي الفرنساويه بيسموه بيسان 20، يعني ما بيعتبروه بيض احمر، بيعتبروه بيض للبلند او لروزي. بس نحن فرجيناهم انه ب 1000 متر بالبقعه فينا نعمل احسن سنسو في ضاهي حيالله بينو نوار من بورغوني. شو ربح اوورد 101 واينز تو تراي بيفور يو داي فور ذا بيست 14 سنسو ان ذا وورلد باي ديكانتر ماجازين واين اوف ذا ويك باي جنسيس روبنسون. بدك اياه فيكم تجوا لعنده دومين دي توريل على طريق شتوره حد مسابكه بتاكلوا ساندويتش لبنه بتجوا بتمشوا لهون بضل قاعد هون وبيستقبلكم ساعه اللي بدكم. بس بدكم تجيبوا معكم انتوني تكون ذا بيست اكسبيرينس. ديل ثانكس باي فوزي. ثانك يو فوزي. انا مشواري رح يكفي بس مضطر ارجع على بيروت اليوم، فدليتهم على صديق حسين ببعلبك رح ياخذهم هلا بعلبك. فيكم تكفوا ستوريز تبعي عند مو لانه هو رح يكفي البقع، وبنرجع ملتقى بكره. اوكي وبنرجع ملتقى بكره تنعمل المتن. سو ام gonna leave you today and we continue together tomorrow. But lion milk. يلا انا مشواري بكفي بس ارجع على بيروت تفترق طرقاتنا. خليكم معي ما بعرف شو اعمل بعد الظهر. هاي هي بيروت القديمة. كيف تقطع هاي سخنة؟ ايدي طراية. ايدي طراية. وهيدا الدرة وهيدا موسم اللوز. شو بعد في هون؟ نهار الرابع. بونجور. اليوم خبرتكم انه هالجمعة مبرم مع محمد يلي هو برازيليان بلوجر، ورح فرجيكم شو واحد بيقدر يعمل بلبنان بخمس ايام. ماني تعبان بس عيني ورمت ما بعرف شو بها. رح يكفي البارمي اليوم. رح ارجع نعيد من الاول. اول نهار كنا ببيروت، ثاني نهار طلعنا على طرابلس، امبارح كنا بالبقاع، واليوم طالع على الكسروين. رح جرب فرجيه اخر نقطه من الثلجات لانه الشباب اللي معهم ما شافوا ثلج بعد بحياتهم بالبرازيل ما بتتلج. مشوار نهار طويل، بلش الساعه 11 لانه رجعوا تنتين وكثير تعبانين، بس رح فرجيهم اليوم شو بتعقدوا. رح اعرفهم على شخص بحبه كثير وانتم بتعرفوه اسمه فؤاد. مشوار يلا. جايب لك صديق لإلي من البرازيل هالمره. تتذكروا ولا ام بشير؟ بدنا نطعميه جبنه مع خار ولبنه مع عوار بغير شكل. يلا ذكرى. I want you to meet ام بشير.
Embashir. She does awarma and jablé. Me traduz. É a mãe do Bashir. Ah. Aí a gente fala que é Embashir. Embashir. É. Que ela vai fazer o melhor sage de mancuche de vaca. Mancuche, awarma ou labne. Awarma ou labne. Mancuche, jibne ou har. Demi. Demi, é, I love demi. Agora fala pra gente. Fala que aqui, nunca comi tanta labne boa que eu vou passar no porto. Eu vou tomar banho de labne. Ah, mas aquele paieto tanto labne é alado, yani. Paieto, eu não apanho, né? É, mexe, yam. Exatar mal a minha cozinha. Cara, sério. Eles são muito receptivos, eles querem que você participe e conheça. Sim. معلبني وخضرة معلبني وخضرة The way I like it Yes ما قلش تبسي on off شو بيحكي كتير بتبيض الوجه عم بيقول انا هيدا اطيب شغل اكلها بحياتي يا اهلا يا اهلا وسهلا فيك جينا على اساس ناكل مكوشه وحده طلعنا طالبين 10 بشير تعلم الانجليزي من ورا الزبونات هو صغير كان يتزحرط على كيس الخبز فقرر يرجع يعمل زيت الشيء ناطرين ما تلاش كنت منه ومنه قاسي صنوه الصيفية مع الفؤاد بتاخد العقل كل شيء الفتوش من اهم الفتوش بالبلد التبولة مش معقول كل شيء شو بدي اخبركم وحده وحده من الحمص لللبنة المحمرة او ماي جاد بتوقف شعر الراس البرغل البندورة كل لقمة بتاكلوها لك اللبنة مع الجوز بقلبها غير كل اللبنة اللي بتاكلوها عنده طريقة فيه نفس فيه احساس ومش بس انا كل انسان اجا حتى محمد هلا عم بيقول لي هيدا اطيب شغل اكلها قبل عند فؤاد رح خبركم ليش اللحمة مع صنوبر على الوجه يعني شو بدنا نحكي أكل عن جد أكلها بالشوكة قد منها طيبة لحمة نية مع صنوبر هالقد غنية صنوبر مع زيت زيتون علي لقمة لبنانية من البيت فيها نفس بيت جبت على المحل المزبوط أكل بعقل Excellent food. Perfect. This one. طلعوا قديش طرية. فيها جوز بقلبها. حمرة. And this meat. هول الصحنين. اوعى تجوا لهون ما تطلبون. And فتوش. Yeah, of course. You تبولي. Okay. مالنا حالة مين اللي حب أكثر؟ أنا قلت له التبولة قال لي لا هو الفتوش. قلت له التبولة وطنية وترمز لوطنيتنا. قال لي لا الفتوش. Não vamos brigar, fala pra eles aqui da dor. A gente não vai brigar por causa disso. E aí, que essa hora, eu vou ficar barman, eu vou deixar eles aqui e vou falar sobre o aham akal bel alam, que é o libanês. Badei essa rua de jant. Aham machi tekhdo, hani baal, e ele é a lahma de kitif. Bewara algar, bedoub, metla zibde. Mas eu vou te dar a cor. Rua akal, am yekul, mas akal amli. Badei. الفوارغ انا الفوارغ راح استعمل صحن عنده اوه شكرا حطهم مع شويه حامض وبالايد انا وياك
100%. Fez errado, explica que ele fez. ولا اهم من هيك. Wrong. أنا مع اللبن. لبن. علم ياكل كل شيء مع اللبن واللبنة. خلص. وقلت له شغلة تانية، دبس الرمان يلي هو مثل البوسيو ماجيك تبع أستريكس وأوبيليكس، بنوجد بكل شيء أكل لبناني. فبنحطها على المقانق وبناكل. أنتوني. شكرا. باي باي. Mesa inteira de doce, não acaba. Mas ela gira a saída, eles vão ver, 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 كيف الشباب؟ ما نقوش للشبري وما نقوش للزعتر ولا قطع البنان في صيدا عند النداف رح ندور خمسة ستة أكيد ما نجيب منها بالحياة خمسة قمحة كاملة ولا قطع من هيك واللبنة والأوليف أويل رائع زعتر شكرا cheese is coming one for me and cheese is coming thank you so much bonjour yalla enjoying it yalla شو اللي بيعمل منقوشتك اطيب منقوشة بالبلد العجينة والزعتر الطيب والجبنة الطيبة والنفس والنفس ونفس كريمة هيدا أهم شيء عملنا تشالنج أول الجمعة واتفقنا سوا شو بيقدر يعمل سايح بلبنان فأنا وصلت نهار التنين من التنين لليوم نهار السبت بست أيام شو قدرت أعمل بلبنان وكيف فيني واحد يزور كيف بيقدر الواحد يزور لبنان بست أيام نهار بالشمال نهار ببيروت نهار بالمتن وبكسروان نهار بالجنوب ونهار بالبقاع نسينا شيء؟ ما نسينا شيء وبالآخر إذا لو كان في نهار بعد كنت طلعت على الشوف أكيد من أحلى مناطق لبنان فاليوم نهار بالجنوب اليوم نهار بصيدا بس بصيدا ببلش نهار السبت أكيد منقوشة أكيد كنافة بعدين تمشي بالسوق القديم خلينا ناكل هلأ أهم كنافة Let's go أنا بتسير دايماً بش على آخر الصدر يعني رح تشوف الصدر جديد هلأ والجبنة كيف بتمخط عندكم أحلى نص كيلو يلا زيبا هلا بجيب صدر جديد عم يضحك ما يكون عبس يلا احلى كعكان بالعالم يلا وين توتي صور هذا المنظر يا اخي شبنا عم تنزل صور صور انت شو انا علم ما عادش جيب السلم السلم يا محمود على الفيسبوك هناك يلا شيل هذا هيدي هي الكنافة رح اعملها بايدي بس تشوفوا المغطى والجبن اللي عم بتدوب يا هيك كنافة يا غلا الخبزة قديش رقيقة السكر كتير خفيف الكنافة قديش مزبوطة رقيقة الكنافة لدرجة بتحسوا فيها ما في شيء أبداً بيقرش ما في شيء بيزعج فيكم تاكلوا اثنين وتكفوا على الشغل مش معقول Eles primeiro passam bastante manteiga na assadeira e aí eles pegam semolina que já tá meio parecendo massa podre, sabe? E aí ele vai abrindo.
محمد مش مصدق طاير 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 مبسوط قد الدنيا الدنيا مش ساعته تمشي بالسوق القديم بصيدا تفرج الاجواء والعشقه ولا لازم من هيك هذا مشروع تجوا تقضوا نهار هون بلا ما تروحوا على المول واي سي عن جد الفايبس كثير حلوين تفرجوا معي هيدي مع الكرز المجفف أوه. ملك اللكوم تحتين وعنا بتضل هاي اهم وحدة وهي هادي بتدل عندي ما بقطع حالي منها عم يغلي مين ملك لطايف؟ بيع ما في منك خليك بصحتك حبيبي شو مشرب تمر؟ شو الفرق بين الأول والثاني؟ لا ما تعجب ولا تعلش تمر بسولك بعدك زيت الصرخة الموسم بلش البحر فرجيتكم اليوم شو بيقدر الواحد يعمل سايح بلبنان بست ايام طلعت على الشمال على الجنوب بيروت والجبل وبالاخر لو زدت نهار سابع كيفين اطلع اشوف لبنان احلى بلد بالعالم صار فيكم تبرموا كلهم سوا تطلعوا بالسياره وبتروحوا ولا اهيا من هيك
بلشت الصيفية، يلا نلتقي الصيفية بلبنان.